السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا مرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن سبب وفاة الشاعر سعيد بن ياسر الجنيبي. توفي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 من يونيو عام 2023 ميلاديا الشاعر العماني سعيد بن ياسر الجنيبي، ويعتبر الجنيبي من أحد أبرز وأهم الشعراء في سلطنة عمان، والشاعر المعروف بقصائده التي دائما ما تنال استحسان محبي الشعر في العالم العربي. الشاعر الجنيبي يعد من عباقرة الشعر وأركانه، وله تاريخ شعري حافل سيخلد له وسيتناقله الرواة والشعراء وقادم الأجيال. وبرحيله خسرت الساحة الأدبية والثقافية بسلطنة عمان واحدا من أبرز الشخصيات الأدبية على مدار العقود الماضية، وكانت حالة من الحزن الصادقة برحيل هذا الرجل المحبوب، والدعوات الخالصة له من محبيه ومن المقربين ومن تلاميذه في الأدب والشعر ومن أصدقائه ومن كل من يعرفه، حالة شديدة من الحزن على فراق هذا الرجل رحمه الله. الشاعر سعيد بن ياسر الجنيبي أبو ناصر كان شاعر نبطي، واشتهر بشعر النبط لعقود أربعة ماضية في السلطنة، ومن الشعراء من الشخصيات التي تميزت بالأخلاق الرفيعة وشخصيته المحبوبة من الجميع، وكانت قد نشرت اليوم أخبار عن جنازته ستكون خلال الدقائق الحالية بالتحديد في الساعة 11:45 في عمان من مساء اليوم الثلاثاء. سيوارى جثمانه الطاهر الشريف في مقبرة الزاوية، وكانت سبب الوفاة وفاة طبيعية. وبمجرد نشر خبر وفاته بدأت العديد من التغريدات للنشطاء الفيسبوك وتويتر في عمان تتوالى على أهل هذا الرجل وذويه. الجميع يتقدمون لأهله وذويه بخالص المواساة وأصدق الدعوات له بالرحمة والمغفرة، ونحن ندعو الله له أن يغفر له ويرحمه ويسكنه في سعي جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.